أتمنى أن يرقى إعجابكم الفيديو نتاع ضايعة عوة، اللي فعلا كنت أنوي أنني غادي نلقاها كما الأيام السابقة، يعني بمياهها وكبحيرة كبيرة لقيتها ناشفة كما غادي تشتوها في الصورة. أتمنى من الله والله يشرح لنا الأمطار باش تولي ديك الضايعة كما ديك الضايعة كما كانت. صراحة كانت عامرة بزاف، نتمنى من الله العلي القدير باش يرحم لنا برحمته الواسعة. واشكر جميع المتتبعين اللي راهم متبعين القناه ديالي، وجي مابوني تفعيل الجرس والمشاركات ديالكم. ما بقي لي ليه باش نرفع شويه المشاهدات حتى حنا وتولي القناه ديالنا مفعله. هذا بجهود ديالكم، انا عليا بالجهدين نتوما بجهود المشاهدات. نتمنى لكم دائما الصحه والسعه والصحه والعافيه وطول العمر. ونتمنى لاي واحد عنده شي امنيه يربي حقها له. هذا الشيء اللي غادي نقول لكم، دائما اشكركم من داخل او خارج المغرب. اشكر جميع المتتبعين اللي مارسوا المتتبعين ديالنا، نتمنوا باش يوليو المتتبعين ديالنا ودرقوا الاعجاب ديالنا. ما بقي لي الا ان اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى. السلام عليكم متتبعي قناه يوميه مهاجر من داخل او خارج الوطن. فعلا جيت انا مع كنت فاس ودار الدوره في افران، وجيت لهاد ضايعة عوة اللي كانت عباره عن بحيره. شاهدوا معي كيف اصبحت، سبحان الله. كما سقسينا واحد السيد قال لك عظم الله يعظم الاجر. شوف سبحان الله، هذه كامله كانت مملوءه بالمياه، يطا اصبحت جافه سبحان الله. روح عند ماما، روح عند ماما. سبحان الله، الضايعه هنا كانت مملوءه بالمياه حتى اصبحت جافة ناشفة، زي ما كون كان قالها لنا شي واحد هكا، ما يعني ما يعني ما تدخلش العقل، ولكن بقدرة قادر سبحان الله تحولت إلى يابسة كما تشاهدون كامل. هذه كانت عبارة عن بحيرة حتى أصبحت ناشفة، هي الأغنام ترتع في هذه البحيرة التي أصبحت عن منطقة. سبحان الله سبحان الله، مغير الأحوال. هذه ضايعة عوة كانت بحيرة كبيرة، كانت الناس تفوت فيها هنايا المسائل، أصبحت جافة سبحان الله، التي كانت معروفة بمياهها الكثيرة أصبحت جافة كاملة. هذا المكان كانت مملوءة بالمياه صراحة حتى أصبحت منطقة جافة. ضايعة عوة معروفة هذه البحيرة بكثرة المياه، حتى تشاهدون معي بأنها ما سبحان الله سبحان الله سبحان الله أصبحت ناشفة. لما نجي نزورها يعني ندير واحد الدورة هنا مياه غابة، ولكن ما كناش ندخل هنا صراحة كثرة المياه اللي كانت هنا تحت البحيرة سبحان الله. ضايعة عوة معروفة بمياهها، كنقول تقول لكم قناة يومية مهاجر أصبحت ناشفة بالمياه يعني جافة، أصبحت منطقة قاحلة يعني قد ارتفع الأغنام، يعني ما كناش ندخلوها بالرجلين حتى أصبحنا ندخلو، أصبحت يابسة كما تشاهدون. شاهدوا كامل، هذه كانت بحيرة مملوءة بالمياه طول السنة، وهذه السنة سبحان الله. أطلب من الله
شرح منها بالمياه. أجواء اتحاد الأشياء بإفران، راهم يديروا إعادة تعبئة الطرق. الناس بدات تروح دركا، Thank you.
صراحة صدر وارنا تكران. Thank you.
من هذا القصة عن البلاد، وكيف نشارك المتتبعين ديالي من داخل أو خارج المغرب، يعني من الرائع جات لك الصورة، يعني المكا يداري للبلاد عشان الألوان ديالو أزرق وأصفر وأحمر، منظر رائع جدا، لكي لا أدخل على المتتبعين أنا كنت مهاجر دائما للجديد، وغادي من داخل أو خارج المغرب. شاهدوا معي منظر رائع، يعني هذا المهندس اللي خدم هذا المنظر نهائي رائع جدا. شاهدوا معي منظر رائع، شاهدوا من وجهة الفيديو ديروا مجموعة مؤذنة الحجرة أو معي غادي نوريك الفيديو كامل لحد حد القصة هنايا من الليل. صراحة منظر تحت فرجة رائع جدا. هاي اليوم معي كيرا تعمل هنا معايا في الفيديو باش تشوفوا مباشرة هذا المنظر الرائع تاعنا.